اي دي بيضه مو اخوان طالعه بالتصوير بيضه اي. دائما احنا نحب اليد البيضاء العراقيين، اليد البيضاء بالخير بالعطاء بالرزق. ربات سالفتي على القنبله اللي رايح افجرها الليله، قنبله صحفيه لا تخافون، احنا دائما صحفيين عندنا قلم وهاي ورقه نكتب بيها وما عندنا شيء، وقاعدين هنا ومستهدفين ننجر للمحاكم على راسنا. القضاء العراقي نحترمه ونقف له ونقدم له التحيه، لكن هم عندنا صوت عالي ونخاف على مالاتنا ومالات اهلنا ومالات الاجيال. ابني باكر عقبه وابنك ما راح يلقى له مدرسه يشوفها ويقعد بيها بسبب بيع اصول الدوله اللي دي يصير بالملايين امام انظار العراقيين وصمت الجهات الرقابيه. هذا العراق مال العراقيين اخوان، مال الاجيال مو مال ابو احد. وهنا اقول ان شاء الله يسمعوني اخوان، احنا رايحين وانت رايح، حكومه رايحه والبرلمان رايح والنظام رايح، بس العراق باقي. العراق باقي، عراق ابوك وابويا وجدي وجدك، عراق الانبياء والائمه باقي ويتمدد. الناس تسعى ان ينكتب اسمها بحروف من ذهب بالتاريخ. اخوان اعطوني الصور بالله، خلي اعلق لكم على القنبله الصحفيه. بالله ما تعطوني هاي الصور اخوان، خلوها اي حلوه هاي الصوره اخوان. هذا ليله التوقيع مع السيد رجل الاعمال المصري نجيب سويرس، وقعوا له مجمع سكني سموه مدينه، هم مدينه علي الوردي، شلون اسم عظيم وتاريخ للعراق. بس اكو تعليق عندي بهاي الصوره، تشوفون السهم هذا، هذا الرجل اسمه محسن جمال الدين. او اكو صوره ثانيه شباب هم اعطوني اياها، قاعد من جانب الفريق المصري. هاي الصوره اللي تشاهدوها امامكم امام انظاركم، هذا الرجل عراقي وجوازه عراقي، وكان مقدم برامج سياسيه في احدى القنوات، والرجل تشريني وكان يتحدث عن النظام السياسي بقساوه. شنو علاقته بجلسة توقيع 61 مليون متر مربع أعطي لسويرس؟ أنا ما أدري هاي قيمة عقار قيمتها أكثر من 30 إلى 40 مليار دولار نعطيها لمستثمر مصري، ويجيب لنا السيد محسد اللي موجود الآن بالصورة، وأنا أسأل رئيس الوزراء، هسه رئيس وزرائنا موجود، وزير الإسكان والإعمار موجود على رأسي، حكومتنا وعلى رأسي، هذا الرجل قاعد ويا الوفد المصري، شنو علاقته بالقصة؟ رجل صحفي، كان صحفي طبعا هسه مع الحكومة، شنو علاقته بالموضوع؟ أريد أحد يجاوبني من مكتب رئيس وزراء، من المستشارين، رئيس الحكومة، سيد بنجين، شنو علاقة هذا الرجل يقف كتف لكتف مع نجيب سويرس الذي وقع 61؟ شباب اعطوني التغريدة مال نجيب. هاي التغريدة سيد نجيب سويرس على حسابه الشخصي، رجل الأعمال المصري اللي ترطب علاقات زينة مع مصر ودولة هم يعتبروها كيان، ما أعرف هسه القصة هاي، مع احترامنا للرجل أكيد. الرجل يقول 61 مليون متر أخذت لبناء مدينة. كلنا نعلم ويعلم كل العرب أن قضية التطوير العقاري ماكو شيء اسمه واطئ الكلفة، يعني المواطن العراقي الذي يحلم بشقة يحلم ببيت خلي غني، لأن هاي المشاريع الاستثمارية ربحية. هذا رجال جاي صح حطيناه القاع ببلاش، شقد حلو من يتبرع بقيعان ببلاش. طبعا ظهروا علينا مستشارين وبعض الشخصيات قالوا 61 مليون متر مربع اللي قيمتها أكثر من 30 مليار دولار اللي أعطيناها مجانا للمستثمر المصري، على أساس رح يعطينا 30% من مساحة الأرض يمد لنا تبليط. شكرا جزيلا على هاي الخدمة الفي اي بي. زين واطئة الكلفة وين؟ والحكومة راح تبيع للمواطن؟ محسد شنو علاقته بالموضوع؟ هذا الرجل العراقي محسد جمال الدين ايش قاعد ويا المصريين؟ اتجابه بيوم التوقيع؟ ايش وقفه بصف رئيس الوزراء؟ ليش هاي القاع 61 مليون متر مربع نعطيها المستثمر مصري؟ شنو اللي دا يصير بالبلد؟ وقبلها القاع اللي حكينا عليها مال المنطقة الخضراء اللي طالع بالتصوير سرمد بن خميس الخنجر وقاعد بصف القطري خميس، ومن راد يوقع السيد السوداني سرمد بصفه، شنو اللي دا يصير بالبلد اخوان؟ اخوان اذا العملية بيها تطوير على راسي، اذا العملية بيها نزول للعقار ونوزع عقاراتنا للناس الفقراء العراقيين يشبعهم الضيم
وشبعهم القتل والمفخخات والله على راسي أصفق للحكومة. لكن أن نعطي أصول الدولة بملايين الدولارات مجانا للمستثمرين عن طريق شخصيات تربطهم بعلاقات وثيقة، وين رايحين بهذا البلد إخوان؟ هاي القطع الأراضي أصول الدولة مو مال الحكومة، مال العراقيين. شلون باكر عقبه ابني وابن ابني ما يلقى له مدرسة يقعد بيها تنبني للحكومة، مستشفى ماكو أبويا وأبوك يتعالج بيها، لأن أصول الدولة صارت مجمعات سكنية، حج فلان وشيخ فلان ومستثمر فلان ومجمع فلان، وانطينا كل أصول الدولة. لعد أنا ليش شقيت هدوم هنا من راد الكاظم يسوي المادة 47 بيع أصول الدولة، وطلعنا نعيط يا معودين أصول الدولة هاي أصول العراق مو تنباع؟ شو قمنا ننطي القيعان ببلاش إخوان؟ شنو الموضوع؟ أريد واحد يجاوبني. طبعا حق الرد مكفول، بس على إن شاء الله ضئمنا هواي. أني أؤكد للعراقيين بعد عامين من الآن، سجلوا الحلقة هاي بتأريخها ب 17/2/24، بعد عامين من الآن ستكشف حقائق عن بيع أصول الدولة يندى لها الجبين. سلام عليكم.